الطيار الإسرائيلي بقى مزروع لدرجة إن هو مجرد يجي يرمي الحمولة بتاعته القنابل بدون دقة، فكان بينزل في المية. كل القنابل نزلت في المية، ما حصلش عندنا إصابات مباشرة على خط القناة لبنود. والنار اللي كانوا حاطينها والخزعبلات اللي هم كانوا عايشين فيها ذهبت سودة أباء، ملهاش أي لازمة، ما استخدموش ولا أي حاجة. رد طبعا التخطيط الجيد وفئة الساحة البحرية اللي هي وقفت المظلة، كان بيقولوا هنخلي القناة تشتعل، هم اللي اشتعلوا. طيب وانتوا طالعين الخط كنتوا بتقولوا ايه لبعض؟ احنا مش واحنا في دنيا تانية، في حاجة يعني. كل واحد طبعا كان قريب قوي قوي من ربنا، وكان يتمنى ان هو ما يرجعش حي، عايز ينال شرف الشهادة. معظم المصريين احنا مؤمنين وبنحب ربنا وبنحب وطننا، كنا عايزين نفدي روحنا، روحنا تروح كده بس مصر تتحرك. معظم المصريين. طيب ايه اكتر مشهد مؤثر معاك لحد النهارده؟ زميل محمد عبد الحميد كان اكبر ورحنا دابس كمين ورا خلفه خطوط العرش، كنا الساعة حوالي 2 بالليل وعدت الدبابة. احنا لما بنعمل كمين بنضرب الدبابة الأولانية والدبابة الأخيرة بحيث إن الدبابات اللي في النص تتعطل، ده التمرين الصعقة اللي هو ضربنا عليه مرارا وتكرارا. كنا حوالي الساعة 2 بالليل يوم 6 أكتوبر، استشهد كان لسه متجوز وخايف، كانت تحب الحياة أوي أوي، كان يضحك ويلعب زي ما يكون حاسس إن هو محبوب. 51 سنة كأن المنظر قدامي دلوقتي لسه متذكر. ويا بخت يا بخت لو أنا يا ريتني أنا كنت زي، يا ريتني أنا حصل لي اللي حصل. الله يرحمه ويغفر له. أصعب لحظة في العبور حضرتك عشتها وأنتوا بتعبروا؟ إحنا رحنا عبرنا منزلة الفلاح أول يوم، بس الصعقة بالذات غير أي سلاح، سلاح أسلحة معظم الأسلحة منتظمة بيبقى لها مكان محدد. إحنا قوات خاصة بنحارب. أول جملة مع بعضنا من جديد بالله كم أنا ما عملتش حاجة في اليوم ده، يعني ما أصبتش حد ولا حاجة، أنا لم أدر بشيء. هم أصابونا أصابات بالغة في جزيرة البلاح، ودعنا يعني مسخنين بالجراح. بعديها بيومين كان في بقى الدبابات المعرض عايز يومين عشان ينتفخ وتعدى عليه الزمن. أول يوم كان معرضتها الخفيفة بس، تاني يوم بقى اللي هو يوم 8 الدبابات عدت، فأنا كنت راكب أنا لوحدي كده عندي يعني هيك الدفاع شوية، مفيش أوامر ولا حاجة، في اللي عايز يعمل حاجة يعملها، ولا في الزق ولا في الزق ولا في الزق. ركبت العربية زين وعدينا المعبر، واحنا معديين جت طياره بلدي، دي اخر طياره شفتها، ما عدوش بقى اللي عديها. ضربت القنبله عشان هو طبعا مضطرب ومش في يعني المفروض ان نسيبنا بسهوله. القنبله دي نزلت في الميه غرقتنا وطلعت كميه سمك انا ما شفتش في حياتي زيها. انا في اسكندراني ونعرف البحر كويس. كانت فين حته بالظبط؟ عند جزيره البلاح بالظبط. الطيار جري، هما كان زمان كان عندهم الطيران احنا نضرب الصواريخ القديمه تضرب على الشكمان بتاع الطيار فالصاروخ يطلع ورا جسم الطيار. فهم طوروا سلاحهم وقت من الاوقات وبقوا يحطوا زي حتة حديدة كده يرموها عشان الصاروخ ايه يسيب الطيارة. سان ستة بقى صمم على ان هو يروح على ديل الطيارة، ملوش دعوة بأي حاجة تانية، ديل الطيارة عشان يعجزها موقعها. فالطيارة دي عملت قدامي زي البهيرونات، فكرتني بأيام زمان الحاوي او
الملاعب اللي هو يفضل يطلع وينزل زي رجل السيرك يعني، وراح موقع. ده بقى يعني اسعد لحظه في حياتي، ان هو اولا ما ضربناش ما اصابناش، ان هو لو اصاب المعبر كنا على الاقل يعني فوق 200 واحد كنا حنموت. لا ده ان هيعمل يعني الروح المعنويه كانت هتنزل عندنا. هو ما اصابناش واحنا اصابناه، دي كانت اسعد لحظه. وانتوا بتعلقوا العلم بقى على على ارضنا تاني وبتقول الله اكبر. الكتيبه بتاعتي صعقه يعني ما نالتش شرف العلم، يعني شرف العلم ده كان واحد اسمه محمد عبد المولى، وكان هو ماسك العلم مخصوص بحيث ان هو لما يطلع هو اللي يعلق العلم. اكيد. بس شعورها تتعامل ازاي؟ يعني طبعا يعني بص انا الجيل بتاعي يعني الجيل اللي هو ارهق قوي قوي قوي، بس اسعد جيل انا بعتبر اللي احنا شفناه كده في 7 سنين في التدريب وفي الحرب وفي الانتصار. يعني انا بوصي شباب مصر يخلوا بالهم من مصر، بلدنا حلو خلوا بالكم، احنا دفعنا ارواحنا واجسامنا وصبنا علشان مصر تبقى كده. شوف احنا الدول دلوقتي جنبينا عامله ازاي واحنا ازاي. عم شكري انت دايما يعني انت في كلامك دلوقتي بتوجه رساله مهمه لشباب مصر. ليه عيط؟ انا غصب عني مش عايز اعيط، احنا بنتصالح جدا، بس انتم انقذتوا فيا الايام احلى ايامي، فانا مش حاسس مش عارف اقول ايه. يا رب بس ما تكونش بقول. لا لا انت كل كلامك زي الفل. عم فكري احكي لنا عن نوت الشجاعه اللي استلمته من الرئيس الراحل السادات. انا لما ضربت الدبابه في السرابيوم كان دبابات كتير قوي قوي، لما جت هنا اشاره قالوا في 7 دبابات، 7 دبابات عدوا ما بين الجيش الثاني والثالث، وللاسف طبعا الامريكان هم اللي صوروا، القمر الامريكي الصناعي صور واعطاهم المعلومه دي. وهم بيقولوا اكيد كانوا بيعملوا كده، كانوا متدربين على ان هم يخترقوا حاجه من عندنا، يا اما من الدفرسوار يا اما من السويس. هو بقى شاروني جاء وسمى العمليه بتاعته الغزاله، بس احنا شرحنا الغزاله، ما بقتش غزاله. انتوا اكلتوا الغزاله؟ والله يا ابني شرحناه. ففي اليوم ده هو انا كان مشينا طول الليل، كان جبتنا الاشاره تقريبا الساعه 7 بالليل. كنا في حته اسمها الفيشه بالاسمها الجديد. تخيل ان احنا نمشي من فيشه لسرابيوم، يعني كيلوات كثيره طول الليل. كان معانا الميه ما بنشربش ميه، بقالي ساعه ما بنشربش ميه. احنا غطا الزمزميه زي غطا ازازه البيتس نحطه ونشرب نصه كمان خوفا وحرصا على ايه؟ نفاد الميه. اول ما طلعت شروق الشمس لقينا عربيات بيسموها بيكن ودبابات. فانا يعني انا اللي عايشني حرصي على الموت. انا كنت خايف من يعني مش بحب الحياه، كان زمان يموت. براءتي واحساسي بان انا عايز اموت هو ده اللي ما موتنيش. تصديقا لقول ابو بكر عليه الصديق، اطلب الموت توهب لك الحياه، احرص على الموت توهب لك الحياه. كنت بتتمنى الشهاده في كل لحظه، بس عشان كده موت للاسف. يا ريت كنت موت. ربنا يديك الصحه والعافيه. لحظه بقى استلام نوت الشجاعه ونوت الوسام. احنا طبعا اول كتيبه، احنا اول كتيبه صعقة، يعني كتائب كتير. احنا اول كتيبة ربنا اكرمنا ان احنا نتعامل مع شرون السفاحنا. فلما ضربت الدبابة في رشة عسكرية بتروح لسر العمليات العسكرية. كان اللواء فياض عزيز غالي رحمة الله عليه من رجال مصر العظام. فقرب تقرير وما عرفناش. قرب تقرير قال هذا الجندي على هذا الفعل يمنح محمود الشجاع، وراح منزل اسم مع القبطان. وبعد كده بقى سيب سلام عشان ايدك توجعش. بعديها بسنه، السنه اللي بعديها عملنا تكريم للرئيس محمد انور السادات. الاموال دي ما بتتوزعش لناس كتير، يعني موت الشجاع ده مثلا من كل 1000 ممكن ياخدوا 2 بس، من 1000 2 مش من 100. طبعا غنيت الجمهوريه دينا زميلنا الله يرحمه ويحسن اليه محمد عبد العاطي دمر 23 دولة.
بسم الله ما شاء الله. لا أخذ من العسكرية المصرية. صحيح. العسكرية المصرية محمد عبد الله. وحضرتك كمان يا فندم. حضرتك فخر المدينة. انت بعد العطاء دوت يعني اللي قدمته للبلد ايه مطالبك النهارده؟ اتمنى ايه؟ انا بس ما حدش عايز مطبخ. عاوز ايه؟ مطبخ. عايز مطبخ. انا راجل عندي ابني سميته وسام زي ما قلنا في الشارع. وامه كانت عايزه تسميه محمد وانا سميته محمد وسام. وربيته تربيه كويسه ومتجوز وخلف ولد وبيت مراته ماتت وهو مات. وانا فتحت الولد والبيت دول اهو لابد بس يجيني يعني فسحه كده بين العمر وقفت معايا 12 و 14 سنه. ما عنديش شغل. عايز شغل من المحافظه برضه العرب. خير من المسؤولين اللي هم يتعاطفوا معايا ويقولوا انا مش عايز اعمل ده. ربنا يديك طول العمر والعافيه ويجي مليون مره. متابعينا ومتابعي تليجراف نشكركم على